مشاكل وما بخلص. أكيد سالفك اليوم. ونحن عندنا سالفة غير عمارة الورثة. هالشغل. تمام. عمك سالم فاضي. وعطينك وكالة حق العمارة هذه اللي وحل فيه. هذه البناية؟ إيه. إن شاء الله. لا تشلنا قدام الرجال. بلا صيانة. صيانة؟ إيه. ما في فلوس. أنت أرباب الحين أنت مسؤول يلا باي. أرين نزير أنت ما في خوف أنا بس يريد غرفة صغيرة مشان نفرات. راجو بعد ما في ناس إقامة بعد مشكلة. ما في خوف شرطة أنت ليش فكر زيادة؟ كم أعطي فلوس راجو؟ 10,000 زين. جيب نفرات راجو. شو تسوي هني؟ أرباب شو المشكلة؟ أنت ما تعرف إن هالشيء ممنوع؟ تعال. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم سالم بالسجن وغرامة مالية قدرها 200,000 درهم. والدخول خرب بيتي، هذه البناية حق الناطور والحبيب تارس البناية عمال، لا إقامات ولا أوراق رسمية.